حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد في شاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم للمشاركة من داخل العراق من زاخو للفاو. تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي موجودة أسفل الشاشة، إضافة إلى ذلك من خارج العراق تقدرون تدقون علينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوه أمامكم هنا. فعدكم ذني اثنين وقبلهن اثنين للداخل، فأربع أرقام للاتصال. أما هذا الرقم، هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب مشاركة به عبر الرسائل فقط. هنا يعني قناة الرافدين تتمنى من الأخوة والمشاهدين أنه هذا الرقم مو للاتصال، لا حد يزعل علينا، هذا الرقم أن وجد في شاشة الرافدين حتى اللي ما قدر يحصلنا على أرقامنا الثانية يكتب لنا رسالة على هالرقم نستقبلها حتى نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. الحريق اللي أنتوا شفتوه مدرسة بالعراق كرفانية ما شاء الله، لأنه تعرفون يعني العراق في القرن 21 بلد فقير ما بفلوس، ما عنده إمكانيات مادية قوية، ما عنده دعم مادي بحيث أنه يقدر يبني مدرسة من بناء أو يجيب مهندس ويصمم له مدرسة وبيها طوابق ودرج وصفوف وبيبان وشبابيك. فاليوم بالعراق حتى يقللون أو يسدون النقص اللي موجود في عدد المدارس قاموا ينشؤون مدارس كرفانية. واحدة من المدارس الكرفانية يعني كرفانات يصفطوها تصير مدرسة، واحدة من المدارس الكرفانية اليوم بالعراق احترقت مثل ما شفتوا بالفيديو اللي صار ببداية البرنامج. احنا السؤال اللي اريد نطرحه، ميزانيات العراق الانفجارية من 2003 لليوم، يعني إذا بكل سنة يبنوا لهم مدرسة واحدة بكل محافظة، هاي 18 محافظة في كل سنة، ف 18 يعني تقريبا بال 600 مدرسة 18 سنة، يعني أقصد بعدنا ما حسبنا انه اذا شويه طوروا نفسهم وسووها مدرستين وسووها ثلاثه او كل شهر رمموا مدرسه او بنوا مدرسه، ما حكينا بهذا الشيء. احنا السؤال اللي نريد نطرحه، ليش التوجه لانشاء مدرسه كرفانيه؟ شنو العراق ما بي طابوق؟ ما بي خلفات؟ ما بي عمال؟ ما بي بنائين؟ ما بي مهندسين يصمموا مدارس؟ وزارة التربية لما فكرت انه تنشئ مدارس كرفانية ليش؟ ليش اليوم احنا مليارات الدولارات انصرفت على ميزانية التعليم بالعراق كل شيء ما استفاد منها العراق؟ يشترون مطبعة بأربع أضعاف سعرها وتصير مطبعة خاصة بوزارة التربية، من المفترض أنه هاي المطبعة هي اللي تطبع الكتب والمناهج المدرسية، لكن يعطون الكتب المدرسية بعقود إلى بعض السياسيين وبعض المتنفذين أو واحد من السياسيين، ليش هم بعض؟ هو واحد شايلها قبالة للعقود مال وزارة التربية. كتب مدرسية ماكو، يعطون 50%، يعني فعليا الكتب اللي دا يطبعوها او اللي دا يصرفوها للمدارس ما تكفي بالغرض، ما تسد الحاجة. نوصل الى مرحلة انه العراق بالوقت اللي بيه آلاف العراقيين، آلاف الطلاب، آلاف الأطفال يحتاجون للمدرسة، يحتاجون حتى يتعلمون، يحتاجون حتى يتخلصون من الدوام المزدوج، يحتاجون حتى يخلصون من الدوام الثلاثي. يعني فعليا هسه كل ثلاث طلاب دي يقعدون على رحلة إذا أكو رحلات. وأحد المتصلين ببرنامج صوتكم طلع وقال أنا ردت أنقل ابني من مدرسة إلى مدرسة ثانية، وإدارة المدرسة قالت إحنا نقبل ابنك أنه ينقل يمنا لكن على شرط
جيب رحلته وياه، يعني يصرف على الدولة. المفروض الطالب يطب للمدرسة، الكتب المدرسية يستلمها وما حد يحكي وياه، هو لازم يطب على الإدارة ويدفر الباب يقول لهم اعطوني كتبي، ويستلم مجموعة من القرطاسية، ما نقول كاملة بس يستلم نسبة من القرطاسية اللي كان الطالب العراقي يستلمها، دفاتر، أقلام، مقلمة، منقلة، مساطر، مساحات، مقطاطات. ماذا نقول على انه صرفوا على المواطنين العراقيين وعطوهم الوان من 5-6 انواع، وانطوهم ريش مال الواح مال لوحات زيتيه او رسم زيتي، وعطوهم الوان زيتيه وعطوهم ويا ثنر وقول لهم روحوا رسموا هاكم هاي 8 قطع كانفاس حتى ترسمون عليها. لا، عطوه على الاقل مستلزماته الاساسيه انه عينوا اهله. بالمقابل الاب لازم ما يفكر برحله. الطالب يطب للمدرسة رحلته موجودة. زي أنا سؤال اللي أريد أسأله، طالب أبوه أو ولي أمر طالب بالعراق اليوم راح دي ينقل ابنه من مدرسة لمدرسة وقال له جيب رحلته وتعال. أوكي، اشترى الرحلة، إجا أفل مشتري رحلة وجاب ابنه وقال لك بابا أقعد هاي رحلتك. ابنه كان بلا ولا ابتدائي، من يصعد الصف الثاني يجيب رحلة جديدة لو يأخذها وياه، زين من يوصل للسادس ويكمل بكالوريا وينجح مثلا يعوفها للرحلة، لو يبيعها للمدرسة، لو يسوي عليها مزاد بالساحة والمدرسة، يا جماعة الخير عندي رحلة، أكو واحد من أولياء الأمور يشتريها لابنه؟ يعني ما معقولة هاي الأمور. مصطفى من ديالى، حياك الله يا مصطفى. ألو، السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ أني مجاهد في الحشد الشعبي من تأسيس الحشد الشعبي لحد 2017. ايه. انا قاتل واجاهد. نعم. اشتكى علي مدير المساءلة والعدالة ما تديالة يا طه عبد الله. نعم. ارتكب علي دعوة بتهمة باطلة كيدية، انسجنت وطلعت منها. نعم. طلعت منها، فاما رحت النوب راجعت اللواء قالوا لي مفصول، رحت لهيئة الحشد الشعبي، ابو هيئة الحشد الشعبي قال لي لواءك فاصلك. نعم. رديت خابرت مدير المساءلة والعدالة يا، قلت له ليش هجمت بيت، ليش فصلتني من دوامه، انت اشتكيت علي، ليش فصلتني؟ الو وياك. رد قال لي رد اشتكى علي بدعوة تهديد. رد اشتكى علي بدعوة تهديد. نعم. عاديا داهمتني قوة الساعة الوحدة ونص بالليل. نعم. داهمتني قوة بالوحدة ونص بالليل بيتي، واعتقلوني من بيتي بدون أمر قضائي. أخذوني تحققت من الأمر، طلع على السودان المعتقلني، فحققوا وياي، هو مدير المساءلة والعدالة بنفسه، هو وعلى السودان حققوا وياي، جايبين لي أوراق اللي تبصم عليهم. نعم. ألو. فأنا ما بصمت، حملني الحاصل، حكمني سنة على هاي المال على أساس أنا مهددة، صعد علي شهود باطلين يعني. نعم. فظليت أنا 7 أشهر بالتحقيق، يقتل بي ويعذب بي، التعنوا بالله تسوي صح، والضمير على هذا الشخص عمره 90 سنة. نعم. إلا تعترف عليه. وأنا ما خليت ما ناشدت، وأناشد الفريق أحمد أبو رغيف بالنظر إلى مظلوميتي، وهددني بالقتل، قال لي حتى لا تطلع من السجن أقتلك، وعرض علي مبلغ من المال قدام أحد الضباط من ضمنهم على السوداني وياه. نعم. ساومني، وعندي كثير من الأدلة عليها أستاذ، وأنا ناشد عبر قناتكم الموقرة الفريق أحمد أبو رغيف بالتدخل بقضيتي، وتهمني تهم إرهاب، يعني سواني إرهاب، زين أنا شلون مجاهد في الحشد الشعبي، شلون إرهاب يا دولة رئيس الوزراء، حتى ناشد دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظم بالتدخل لها قضيتي. طيب أخ مصطفى، أنت شرحت لنا القضية بشكل كامل، أنا السؤال اللي أرد أوجهه لك وأرد أفتهمه، استاذي انت قلت لحظه، انت قلت لي انه انت منتسب الحشد، صح؟ استاذي
ناشدت عبر قناة التغيير، وهسه قام عليها دعوة تشهير. زين أنا هذا شنو بالموضوع التشهير؟ أنا ما مشهر، أنا شغلة سواها دي رسمية. طيب أخ مصطفى، نعم. أنت قلت لي أنت منتسب بالحشد صح؟ أي نعم. ممكن نعرف شنو هي فحوى الدعوة الكيدية اللي سواها عليك؟ قوة مداهمة بيته على أساس ب 2017، قوة داهمت بيته. أنا كانت عندي فاتحة مجلس عزاء جدي، كنت قاعد بالفاتحة أني وقت طيب. صبت القذى صار الحادث أنا ما أعرف. طيب جت القوة من المديرية مال الشرطة مال الوجهية داهمت الفاتحة اعتقلتني ومشت. طيب أخ مصطفى، يعني أنت بس أرد أفتهم، داهمة وبيت من هو يشتغل بالحشد؟ أبو هيئة نزاهة الحشد؟ لا 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 لا، أنا داوم بالحشد، أنا مجاهد في الحشد الشعبي. اللي رفع عليك الدعوة الكيدية منه؟ مدير المساءلة والعدالة مصر ديالة يا صاحة عبد الله حمادي. مدير مساءلة العدالة، المساءلة والعدالة بمحافظة ديالة. سؤال، إيه؟ القوة حالية. اللي داهمتها ما يعرفون هاي القوة تابعة لمن؟ القوة الداهمتني اللي هي داهمني على السودان. لا لا، ما هو انت تقول الفحوة، يعني الدعوة الكيدية اللي سواها مدير المساءلة والعدالة، انه على اساس اكو قوة حضرتك انت موجود بهاي القوة وداهمت بيته صح؟ نعم. زين نعم صحيح. بيته تعرض للمداهمة لو هاي هم كذب؟ ما اعرف والله، ما اعرف كذب صدقاني ما اعرف، لان انا ما عندي اختلاط بيهم. هذا شيء خاص بيهم ما اعرف. نعم. بس أنا عندي مجلس عزاء مال جدي، وفاة جدي اعتذر شهادة وفاة أجيب لك، تريد شهود أجيب لك. طيب يعني أنت لما كنت في مجلس عزاء جدك رحمة الله عليه، يعني أنت ما أخذ إجازة من الدوام؟ لا أنا كنت مجاز بالبيت، يعني فاتحة عزاء مال جدي. إيه لا لا، يعني أنا بس من رخصتك خليك وياي وخذني على قد عقلي، أنت كنت ما أخذ إجازة رسمية؟ اي نعم. انا مجاز يعني رسمي. السؤال اللي ينطرح هنا، شلون واحد ماخذ اجازه رسميه من الدوام يروح يطب مداهمة على واحد؟ استاذ انا ما مداهم ولا طب ولا لا هو بالنسبه له يعني ما شاف الاوراق انه واحد مجاز ما موجود ما له علاقه. هو سواها مجموعه مسلحه ارهابيه مداهمه بيته، انا شي علي بيه؟ وانا شنو الخصم في شغلات؟ يعني نفتهم من نعم كلامك ان كنت موظف، نعم، ان كنت شرطي، ان كنت جندي، ان كنت ضابط، ان كنت مواطن، انش ما كنت بالعراق، انت ما عليك امان اليوم. ما علي امان. وثاني شي دخل حتى القضاء سددهم، دخل للقاضي قال له اليوم الدنيا ضربها على راسك راسه يطلع ورا يا سياده القاضي. نعم. يعني اليوم ماكو قانون اللي يحمي المواطن. فانا ناشد عبر الفريق احمد ابو رغيث بالتدخل بهاي قضيتي، انا صار لها سنين قضيتي ومظلوم. نعم وصلت رسالتك اخ مصطفى، مناشده من مصطفى الى احمد ابو رغيث. نتمنى يا ابو رغيث تسمع مناشده الاخ مصطفى وتجيبه على هاي المناشده. ابو سميه من الانبار، حياك الله استاذ ابو سميه. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، حياكم الله على هذا البرنامج. حياك الله أخويا. بداية أبو سمية، على مود أتذكر ذاكرتي صحيح على غلط، حضرتك أستاذ أو معلم في مدرسة صح؟ مدرس اللغة الإنجليزية. مدرس لغة إنجليزية، نعم. أبو سمية، السؤال اللي أريد أطرحه، بما أنه اليوم أنا أحكي عن التعليم والمدارس بالذات العراق، يعني عندي ورقة تقول أنه لجنة النزاهة النيابية تقول نقص الأبنية المدرسية بالعراق 10,000 بناية ب 18 سنة، العراق ما عنده إمكانية يبني نصهن. أخي الكريم، قبل كل شيء نعم أعطيك ملاحظة ودونها عندك. نعم. التعليم في العراق مستهدف من قبل رأس الهرم، هذه الملاحظة المهمة التي يجب أن نفهمها. التعليم في العراق مستهدف لإفشاله من قبل رأس الهرم. أما عن البنايات فيا أخي الكريم، الحكومة التي أتت بعد 2003 أتت لتهدم ولم تأتي لتعمر، والمدارس الكربانية والطينية، ربما هناك مدارس كربانية أحسن من المدارس الطينية نوعا ما، هناك معاناة في مدارس طينية وهناك معاناة أكثر. الأمر يتعلق بماذا؟ يتعلق أن
بأمر مهم أن رأس الهرم فاسد. إذا فسد رأس الهرم فلا حساب على الباطلين. يعني لو فسدت عملية إنشاء مدرسة في محافظة معينة أو في مدينة معينة سيرفعون القضية لمن؟ إلى المحافظة. من المحافظة سترفع إلى كذا وإلى كذا ثم ستصل إلى النزاهة. أخي النزاهة ما يديرها؟ أنت تعرف وأنا أعرف أن النزاهة تدار من قبل الأحزاب وتدار عن طريق المحافظة. فمن سيحاسب؟ أين المحاسب أخي أستاذ أفل؟ أين المحاسب؟ المحاسب غائب، والمحاسب الذي يحاسب الفاسدين هو بنفسه فاسد. فمن سيأتي من سيكتب الحساب ومن سيكتب الفاسدين ومن سيتابع التي لم تبنى لها التي لم تبنى، ومن سيحاسب على نقص الكتب التي يعاني منها كثير من تلاميذنا لحد الآن؟ وللأسف يعني وجهنا كثيرا من التلاميذ بشراء الكتب في هذه اللحظة، وخصوصا اللغة الإنجليزية لأن التدريس فيها صعب. فيا أخي الكريم، مختصر الكلام ومختصر المفيد، إذا فسد رأس الهرم فلا خير لا في وزارة ولا خير في مديرة تربية ولا، ومسألة عدم بناء مدرسة هذا جزء يسير من الفساد ومن الحيتان التي ابتلعت العراق. طيب أبو سمية، يعني بشكل عام وبصورة سريعة، مدارس محافظة الأنبار اليوم شلونها؟ أخي في محافظة الأنبار ربما لنكون منصفين ربما تكون أفضل من غيرها نوعا ما، يعني لا نقول على بشكل يعني بشكل مطلق. يعني أبلغني أحد الأصدقاء في مدرسة إعدادية في مدينة الشطرة يقول في مدرسة إعدادية فيها 12 صفا، يقول لا يوجد في أي صف باب يغلق الهواء البارد في مدرسة إعدادية، يقول في كل مدرسة 3 رحل والباقون على الأرض مدارس إعدادية. يقول وعندما رفعنا طلبا لإعادة بناء المدرسة إلى مديرية التربية الإيقار يقول لم يجيبوا، يقول وعند المتابعة وجدنا في مديرية التربية الإيقار أن المدرسة الفلانية في مدينة الشطرة قد تم بناؤها بهذه الطريقة البسيطة، قد سرقت المدرسة. نعم شكرا لك أبو سمية من محافظة الأنبار. أبو زينب من النجف، حياك الله يا أبو زينب. السلام عليكم، الله يحييك. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز. هذا الموضوع طبعا شائك وعويص. نعم. ومن مستهدف من عام 2003 وإلى الآن. نعم. إنها تروح إلى أي مديرية تربية في أي محافظة من المحافظات، وخاصة لجنة بناء المدارس بس. نعم. وبالذات بالنجف بس تطلع قضية بناء المدارس الحكومية يقلبون الدنيا على راسك. تعرف ليش؟ لأنه يسرقون الأموال المرصودة لبناء المدارس الحكومية ويروحون يبنون بها المدارس الأهلية مالتهم اللي تأخذ فلوس التعليم من أهالي الطلبة. يعني مهزلة المهازل ومأساة المآسي من عام 2003، من 9/4/2003 إلى الآن لم تبنى في العراق كله من زاخو إلى الفاو ولا مدرسة حكومية واحدة، والسبب هو الأحزاب وقادة الكتل والأحزاب وفساد الأحزاب. كل شيء بصالح المواطن العراقي، وحتى هاي ما تسمى بالمدارس الكرفانات وهم باعترافهم قالوا خطرة جدا وقابلة للاشتعال بشكل سريع. يعني إذا احترقت وماتوا الطلاب منه مسؤول عنهم؟ ها زيد الفلاني ولا علان العلاني صاحب الكتلة السياسية لو الحزب الفلاني لو التيار كذا؟ هو شيء همه. نشوف المهازل ونشوف قدامك الصور. يعني في أتفه دولة من دول العالم ما موجودة أي شيء. وأحب أن أنوه إلى شغلة أخرى، مسألة المنح ومن ضمنها منحة الصحفيين والإعلاميين إلى الآن لم تطبق ولم تعطى إلى الصحفيين والإعلاميين الذين لولاهم لم يعرف أي نكرة من هؤلاء نكرات السياسة. لولا الصحفيين والإعلاميين وصار لرئيس الوزراء ووزير المالية
ووزير الثقافه يضحكون علينا من شهر الثاني او بدايه الشهر الثالث بتاريخ اقرار الموازنه. والى الان راح نعطيكم اياها الاسبوع الجاي، راح نعطيكم اياها بعد شهر، راح نعطيكم اياها بعد يومين، يضحكون علينا. والمفروض مو يعطونا اياها فقط هاي السنه، وانما باثر رجعي من 2014 الى الان، من اجانا حيدر العبادي لعنه الله عليه وجاب الفقر كله وياه. والسلام عليكم. شكرا شكرا لك ابو زينب. محمد من بغداد، حياك الله يا محمد. الله يسعدك حبيبي. ويسعدك يا غالي. شلونك حبيبي؟ نحمد الله على كل شيء. اكو مدرسه بالتاجي أي. مديرها يسال الطالب انت سني لو شيعي؟ مدرسه ابتدائيه متوسطه اعداديه؟ متوسطه. مدرسه متوسطه زين. ايه بس نصي لي صوت التلفزيون حتى اسمعك اوضح. نعم نعم نعم, نعم. قول. متوسطه أيه؟ يسال مدير مدرسه يساله يقول له انت سني لو شيعي؟ زين وبعدين الطالب يقوم وبعدين يعني فرضا سال هذا السؤال والطالب جاوب وان كان منا وان كان منا بعدين شو استفاد أيه؟ المدير او شو استفاد الطالب وليش؟ اللي يستفاد من عنده في سبيل السني يرسبه. اها اي نعم اي نعم. فأنا وصلت صوتي لهذا المدير. نقدر نعرف اسم المدرسة لو صعب تقوله؟ لا صعب أقوله. نعم زين. سؤال أخير حتى يعني شوية نحصر. نعم. المسافة اللي ندور عليها، هي مدرسة ولد لو بنات؟ لا مخت ولد. تمام متوسطة بنين. تمام ايه. تمام اي نعم. يسأل الطالب يقول له قوم انت شو اسمك فلان فلان، يقول له انت سني لو شيعي. نعم وصلت 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 وصلت. تسلم لي اخوي رحم الله والديك. مشكور يا غالي مشكور حبيب. اثناء الاتصالات اللي انضمت للبرنامج قعدت هيك ضربت كم رقم، قلت ببداية حلقة لو كل شهر الحكومة فكرت تبني مدرسة بمحافظة. احنا عندنا 18 محافظة، السنة بيها 12 شهر وهم صار لهم 18 سنة، طلع الناتج مالتي 3888. يعني كان هسه العجز بدل ما هو 10,000 مدرسة كان سووها 7,000 أو 6,000. إيش قد تكلف المدرسة؟ 10, 20, 30, 40 وروح 50,000 دولار. نطيها هيك طرح هالرقم هذا. يعني إذا فرضنا إنه المدرسة تكلف 50,000 دولار ب 3,888، ما أقول يبنون أكثر، نقول بإمكانيتهم يبنون بكل محافظة شهرياً مدرسة. يعني كل شهر يبنون 18 مدرسة بالعراق. يعني كانت تكلف خلال هل 18 سنة 194,400,000 دولار. أما انطفت كم مدرسة الجماعة عندكم 600,000 دولار، حطوا لها فينيشنج غالي أعلى 195 مليون، وميزانية العراق بهالسنة 88 مليار دولار. يعني واحد بالألف من ميزانية سنة واحدة من هالسنوات يقدرون يبنون بيها 4,000 مدرسة. زين هل 18 سنة ما قدروا يبنون ولا مدرسة؟ نوصل بينا الحال نبني مدارس كرفانية ومدارس صينية والعراق بدل ما يتقدم يرجع آلاف السنين اللي ورا؟ سعود ويانا حياك الله يا سعود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله شفت البرنامج قلت امسي عليكم بالخير والشعب العراقي الكريم. مساك الله بانوار النبي. والله شفت البرنامج بس بغيت امسي عليكم ومحبكم من السعوديه فقط لا غير. حياك الله اخوي العزيز، واجمل تحيه باسمي واسم الشعب العراقي كله من شماله الى جنوبه الى كافه ابناء الوطن العربي والى ابناء المملكه العربيه السعوديه بشكل خاص. شكرا جزيلا لك ومحبه من القلب. والله يسعد فرصة أن دقينا عليكم بس بغينا نمسي عليكم بالخير الشاب العراقي الكريم. سلمك بس صحة وعافية. اللهم آمين. اللهم ينول الشعب العربي كل الصحة والعافية. آمين. والأمان. آمين. والسلام.
ويا ربي كل وطننا العربي براحة بال وكل غمة موجودة على أبناء الوطن العربي تنزاح، إن كانت بسوريا إن كانت باليمن إن كانت بأي مكان، وياكم يا حبيبي، ويا ربي يخرج الاحتلال من بلداننا العربية. شكرا لك أخي سعود، تحية طيبة لك وإلى أبناء الوطن العربي ولكل متابعين برنامج صوتكم ولقناة الرافدين أيضا من أشقائنا العرب من الخليج حتى المحيط. شكرا لكم. أبو عراق من الفلوجة، حياك الله يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي العزيز. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي. أستاذي من خلال قناتكم هاي الشريفة الحرة، أريد أسأل يا وزارة موجودة هسه بالبلد هذا، ما نقول البلد العراقي ولا نقول الحكومة العراقية، بس نقول بالميليشيات اللي موجودة، بالمافيات اللي موجودة، أي وزارة هي نظيفة هسه؟ طلع لي وزارة هسه، حتى الوزارات الدينية، حتى جيك ابن على ما يقول بالقلم العميق، حتى الوزارات الدينية هي أكو بيها وزارة نزيهة شريفة. عمي هسه وظف وزير ما يقاوم ويعيش بشرية. عمي يا تعليم، هذا تعليم اللي صار صار. أنت تدور نزيهة لو نظيفة أخويا أبو عراق، تريد وزارة نزيهة لو نظيفة؟ إذا نظيفة أكو وحدة، وين بالله هاي الوحدة؟ وين استاذ العديل؟ وزارة الصحة مال عديل حمود، لأن اشترت شحاطات طبية بخمسة مليون دولار فما توصلت وراها. والله يا استاذي، والله ما أدري نضحك ما أدري نبكي، بس والله قلوبنا مشقق على العراق هذا اللي مزقون اللي ما يخافون من الله. أنا بس من خلال برنامجك، ولو أكو شم واحد راح ينقذني على الحكي مالي. تفضل. هم نفسهم الحكومة من يقعدون يقولون النظام البائد، عمي وياكم بعيني، نظام بائد، نظام سوى ما سوى، بس انتوا بنيتوا لكم غرفة جديدة وتقعدون بيها، شو قاعدين بمكانات النظام البائد تقعدون وتحشون؟ معايب عليكم، ولكم استحوا. هذا العراق اللي تاريخه قرون وعلم الناس كلها، يولوا هي شعبتوا بالعراق، ما تخافون الله، ما تستحون، ما تخجلون، انتوا قاعدون ببيوتكم ويا اطفالكم، يعني ما تخشى عقلوبكم، ما تقولوا احنا سوينا بهالعراق هذا، ما كافي عاد، والكم ما كافي. والله اخذها من عندي كلام، والله لا يجي يوم شوف هذا الشعب صح يسكت صح، بس ترى صبره قليل، ما يبقى على الظلم هذا، والله لا يوم تصير عليهم حبسك، يعني الخير ما بهم ما يقدر يطلع برا. نعم. كافوا لكم اشتحوا، ولكم اخشوا، ولكم اشتحوا على انفسكم. نعم. انت يا رجال الاهل، بس من رخصتك، انت يا المعممين، انت جابكم على السياسه، انت مو تاريخ الحوزه جماعه ربعنا السنه، انت الله جابكم على الجوامع، جابك على السياسه. كيف قاعد يشتغل على نفسكم؟ باكر الله شو تقولوا له؟ وانا اشكرك اخوي العزيز. شكرا شكرا لك ابو عراق. علي من محافظه ذي قار، حياك الله اخوي. السلام عليكم اخ العزيز. وعليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. شلون اخوي؟ شلون صحتك بعد؟ على الهواء؟ اي انت على الهواء اخوي. رحم الله والديك. السلام عليكم اخوي العزيز. تحية لك ولقناة الرافدين، القناة البطلة الشريفة. حياك. تفضل أخوي. أبو حسين. تفضل أخوي، تفضل، أنت على الهواء. أخي حبيت أسلم على المذيع وعلى القناة وعلى الكادر. واما مسألة التعليم يا اخي، احنا هسه المدرسة ايش قد تبعد بالكلوات عنا، المدرسة هاي مال شريف الرضي البنوها بزمن صدام حسين الله وكيلك، بالحي العسكري مدرسة تونس بعدها عنا وغير، يعني بالعشر كلوات. نعم. هاي مال الكتب شو اسمه الدفاتر كلها مشترى، يعني كلها القرطاسية زين لولا.
ابوي ابو حسين علاوي، انت يعني تقول لي المدرسه بس احنا شو نسوي؟ المدرسه تبعد عن بيتكم 10 كيلوات. اي والله 10 كيلوات. زين سؤال بلا زحمة، الطلاب شلون يروحون يجون؟ الطالب بسيارة ويجيب السيارة، شو يسوي؟ واللي ما عنده سيارة أو اللي ما عنده إمكانية يركب احنا صايرين بالطريق لا الفضية ولا أخ علي، اللي ما عنده إمكانية يأجر خط أو اللي ما عنده إمكانية أو أبوه ما عنده سيارة مثلا، هذا شلون يروح؟ هذا يظل لا يظل بالبيت، هذا عنده أنا هسه واحد يمكن بال شو اسمه الله وكيلك ثلاث سنوات مضى على عمره وما دخلته مدرسه، انه شلون ما تأمن عليه تودي؟ ما يأمن عليه بالطريق انه يروح يمشي، نعم. اي والله من الشارع والسيارات هاي المدرسه هسه وتخططوها بعد الله يعلم بال 2050 بال 2030 شنو هاي المدرسه خططوها اخ علي؟ خططوها يوم ام العباس. يعني هسه اكو التخطيط، لو بلشوا يبنون، لو حطوا حجر اساس، لو سووا يعني؟ ماكو، توهم يلا نزلوا الافنديه، نزلوا الكرفانات مال الكشفه مال البناء، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نعم شكرا. سلمنا على الكادر وتحيه لك، انا دوم اتابع برنامجك، بس اقول شلون اتصل بيك؟ الحمد لله وشكرا بعد قلبك. لنا الشرف اللي سمعنا صوتك اخونا علاوي. علاوي حبيب قلبي وصل سلامك، وكل قناه الرافدين سمعتك واسره الرافدين كلها ترد لك السلام، وحياك الله اخويا. شكرا علاوي. ابو ياسين من بغداد، تفضل اخويا. تحياتي لك اخويا لقناه الرافدين، حياك وبياك اخي. اللي يشوف الوضع مال العراق يقول هم اجوا للعراق لقوا تراب، ولا كانما اجوا للعراق لقوا المدارس كامله، الصناعة، الزراعة، المي، دجلوا الفرات، الكهرباء، يعني عجيبة. يعني شوف هسه مدارس ماكو، يعني ما تقدرون تبنون مدرسة لهاي الأطفال. بس أخي واضح كل واحد منطينا مسؤولية، وزير التربية، وزير الصناعة، وزير الزراعة، كلهم خونة وعملاء، صدق ما ينطون منصب الواحد وهو وطني إذا مو عميل وخاين. وقبل كان بالثمانينات ويا إيران ضد العراق، لعد هم شلون يفلشون البلد؟ يفلشون قديش بشاكوش؟ بذولي. يعني هذا الطالب ليش من تجي الدراسة ليش ما عندك كتب؟ ليش؟ أنتم ما عندكم ميزانية؟ بلد مفلس، بلد يعني ما بيه نفط، ما بيه زراعة، ما متمكن، ليش هاي المدارس هيجي؟ يعني هسه يبناكم مدارس قدامها جيفة، السياد واقع، المزابل، دراسة ماكو، المعلم يعوف الطلاب يقعد بالإدارة لو يتمشى. يعني طالب صف الأول تنطون إنجليزي، واحد شلون من يريد يتعدى السطح؟ قبل يتعدى السطح شبخة وحدة غير بايات 12 باية. يعني أول مرة ويا شوية لما طالب مخه يطوى لما يوصل لي فوق. يعني أخي هسه مدارس ماكو، يعني طالب يوصل للاول متوسط وكل شيء يسيم، ليش؟ هاي وين صايره؟ بها دوله. بس اخي هذا كله تحطيم البلد، يحطمون البلد، اللي يعطونا وزاره الزراعه كلها تارتها نقاب، حفره والقاع قطعوا النخيل وترتها نقاب، ابو التربيه ابد كل تربيه ماكو بس الاسم تربيه، شوف المدارس، شوف الهمس، كلها من الشيات اخي. وانا اشكرك اخوي عين. شكرا لك ابو ياسين. يعني لما نصفن اليوم بالعراق ونباوع العراق سنة 2021 اللي العالم هسه في عصر التكنولوجيا وصل مراحل، اللي المدارس قامت تتطور، ومدارس صارت بها رحلات ذكية، ومدارس صارت بها مختبرات ذكية، والمدارس اللي قامت تهتم في بعض النقاط. إلا ما يحصل اليوم بالعراق، مدارس العراق طينية. يعني شو وقت كانت مدارس العراق طينية؟ بالخمسينات؟ بالأربعينات؟ لا، بعض القرى والنواحي والقصبات ممكن بديك الفترة، لكن ما أتوقع ببغداد أو بالمدن الرئيسية بأي محافظة عراقية كانت أكو مدرسة طينية بزمن العهد الملكي. لأنه مع الأسف
مع الأسف لما تندز على مواقع التواصل الاجتماعي، إن كانت بجروبات الواتساب أو إن كانت في تويتر أو سناب شات أو أي جهة أو أي فيسبوك مثلاً، وينزلون صور المدارس والهندام وهيئة الأستاذ والطلاب والترتيب في زمن الملكية، مبكي الصور، لأنه اللي يشوفها يتخيل نفسه دا يشوف واحدة من إحدى أرقى الجامعات، مدارس أرقى الجامعات العالمية، ما دا يشوف مدرسة ابتدائية أو متوسطة. عندنا اتصال أبو حسين من الأنبار، حياك الله. يا ميت، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. والله الشاهد يهمنا العراق، تجزئة العراق ودمار العراق، ألم في قلوبنا وفي قلوب الشرفاء وأهل الغيرة على وطنهم وعلى بلدهم وعلى العراق. ما إحنا ولد دسو والفرات، ماكو فرق يعني بين شيء وسني، نحب وطننا ونحب عراقنا وبلدنا. أكيد. و نعم. اي والله، يعني ننتظر يوم من الايام ان تتوحد الاراء ويصبح العراق موحد. يعني الان الجنوب، منطقه الجنوب فيهم العراق، الاوسط، البصره، الناصريه، المحافظات الاخرى، بغض النظر عن احنا هذه ألمنا، هذا شيء يعني خارج عن، يعني ما اكو شريف يقبل بتجزئه العراق ودمار العراق، والعراق وطن الجميع، بلاد عراق دجة والفرع، عراق الشهداء، لا عراق الأنبياء والأولياء والصالحين، عراق الشيخ عبد القادر الجيلاني والرفاعي والحسين بن علي وعلي بن أبي طالب. من الله سبحانه وتعالى أن تعاد الغيرة والحرية لأبناء بلدنا وعراقنا، يتوحد إن شاء الله، نقضي على الظلم ويبقى عراق كما كان في السنوات القديمة. ونسأل الله لكم الموفقية ولقناتكم وكل الشرفاء. إذا إن شاء الله أكو أهل غيرة هنا يدافعون عن بلدهم وعن عراقهم، ويشعرون بشعور الوحدة والغيرة لأبناء ونساء وبأطفال العراق، إن شاء الله تعود، إن شاء الله تعود الأيام. ونسأل الله دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. نعم نعم، شكرا شكرا لك أبو حسين. أتمنى أكو صورة قبل شوية طلعت لما كان أبو حسين دا يحكي، مدرسة كرفانية مصور صابغيها بنفسجي وردي، اتمنى المخرج يطلعها لانه اريد احكي عليها هاي الصوره. يعني اليوم اللي باوع العراق، اطفال العراق يعني 1,800,000 طالب عايشين ب 16,000 مدرسه بس. تعرفون انتم اكثر محافظه دتعاني اليوم من نقص عدد المدارس بالعراق هي بابل، لانه محافظه بابل من 2009 لليوم هدوا ما يقرب من 100 مدرسه. المئة مدرسة من هدوها ايش قالوا؟ قالوا راح نعيد بنائها على طرق حديثة وأسلوب التجهيز الجاهز، لأن المدارس مهدمة لم يعد بنائها منذ فترة أو لم يعد تعميرها. تعرفون هاي المئة مدرسة أو ما يقرب من 100 مدرسة من 2009 لليوم طابوقة واحدة محاطين بيها، وإحنا بال 2021، 11 سنة، حسبوها أشهر وأيام ايش قد، طابوقة واحدة ما حاطين بيها. بالمقابل، ها قبل ما أكمل على بابل، هاي المدرسة اللي تشوفوها قدامكم، يعني الوزير ما راح شاف الوضع مثلا، حاطينهم بكرفانات تقولون أو يعني تحسوهم مخلصين بالقمارق، حاطينهم بكرفان وقاعدين، لا سياج محترم، لا الأبنية كرفان ومو بناء أصلا، لا الباب مال المدرسة محترم، باب ما ينقفل، إذا لاحظت الباب هيك صاير، يعني هاي مدرسة أو هذا حال مدرسة، لا بها ساحة لا بها حديقة، الحمامات بدون سقف، السقف مال صفوف تشينكو، وإذا تلاحظون الباب المفتوح قدامنا النخلة طالعة وراء ذاك، والعلم نور والجهل ظلام، زين والفتحة اللي مفتوحة ورانا بالباب شنو هاي؟ شوارع وسياج مال مدرسة بآر سي، مشتل مو هو مو مدرسة، شوارع ما معبدة، الطلاب ما يقدرون يمشون. قبل فترة نشرنا فيديو أطفال العراق يسلكون طريق خطرا للذهاب إلى المدارس، جسر مهدم وأكو حافة تيغة يمشون على التيغة، دا يروحون من الصفحة على الصفحة، دا يروحون للمدارس. هذا حال مدارس. أريد أسأل وزير
التربية، أرد أسأل النزاهة، أرد أسأل مصطفى الكاظمي وعادل عبد المهدي وحيدر العبادي وإبراهيم الجعفري ونور المالكي واللي قعدوا، ما تعرفون أنتوا الكرفان جدحة وحدة بستان بصفة يشتعل مثل ما هسه بصورة هاي لنا جدحة، لأن هو الكرفان حتى اللي كاتبين التقارير يقولون مصنوع من مواد قابلة للاشتعال. هاي الصورة دا شوفوها، هاي مدرسة كرفانية، هاي اللي الطلاب دا يدامون بها يعني، لأن هم يقولون مصنوع من مواد قابلة للاشتعال. هاي كلها ما فكرتوا بها؟ محافظة بابل هدمتوا 100 شلتوهن تبنونهم هيج حال مثلا؟ زين انتم من هدمتوا عندكم كانت دراسة للبناء للمواد للي دا يصير، هاي تستحق هدم ما تستحق هدم؟ اكو مدارس ممكن تتعمر الاساسات مالتها ما صاير بيها شيء، اكو مدارس لا لازم تنهد واللي ينهد لازم يطلع بمكانه، لان اكو طلاب يعني هاي الشغله الوحيده اللي بالعالم ما توقف، لانه يطلعون من الاول سنه الثانيه يطبون من الاول، يطلعون من الثاني سنه الثانيه يطبون للثاني، هاي الشغله هذا حال المدرسه اللي دنشوفها بصفنا هسه، هذا سياج مدرسه، طلاب يمشون بالرمل وبالتراب، وواحد بس واحد بس طلعت النزاهة عليه، ليش خايف منه؟ مثنى السامرائي ماخذ لعقود كتب مدرج قد فوق 400 مليار دولار. زين ليش العراق ذولا أطفال ما يهموكم؟ قبل فترة سوينا حلقة صفوة المتوسط ما يعرف يقرأ ويكتب، وصف رابع ابتدائي ما يعرف الأبجدية، ودخلت إحدى المدرسات مشكورة قالت أنا عندي طالب صف ثالث متوسط يهددوني لأنه هو تابع إلى ميليشيا أو حزب ويخلون السلاح براسي تعي يجاوبي بمكانه. زين هذا من يصعد باكر عقبه ويطب للكل يا أبا أوكي هددت المدرس مال ابتدائية والمتوسطة والإعدادية والكلية ونجحتوه وأخذ شهادة وصار دكتور، باكر عقبه من تسلموا منصب مو يضحك العالم علينا. روحوا بكل دول العالم، اللي يستحق نجاح ينجح واللي ما يستحق نجاح يبقى بمكانه. روحوا بكل دول العالم راح تلقون البنايات المدرسيه نظيفه تلهث. روحوا بكل دول العالم راح تشوفون اكو عنايه بالطفل، يهتمون بالحائط ويهتمون بالشباك ويهتمون بالرحلات ويهتمون بالقاع ونظافة المدرسة ويهتمون بصحة الطالب، ولازم أكو ممرضة وهيئة طبية بالمدرسة لا سامح الله واحد من الطلاب مريض أو احتاج شيء تعتني به، المدير يتابع، المعلمة تتابع دوام الولد، دراستهم، حياتهم كلها إلى متابعة. ليش؟ لأن كل دول العالم تباوع على المدرسة هي ده تبني المستقبل، إلا بالعراق بناء المستقبل بالمدارس الكهربانية. رسائل الواتساب، السلام عليكم، أرسل لكم هذه الوثائق أتمنى تنشروها على قناة الرافدين من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء. أتمنى أخوي العزيز إذا تريد ترسل شيء بث على قناة الرافدين ترسل الشريط الأبيض، دائما احنا نقول عليه نافذة أنت ترى دزوا أي شيء عليها وتدللون. أم أحمد حياك الله يا أم أحمد. الله محييك أستاذ أسن، شلونكم يا أم؟ حياك الله يا أم. الله يرضى عليك، الله يخليك. أنا ما أريد أسولف باللي أرتقبه، أنا أحد هاي قناتي أنطي التوصيف قبلها. نعم. وخصوصا اللي يدعون ويقولون الإمام علي، ودائما أكرر أقول الإمام علي للكل مسلم وغير المسلم. عنده مقولة أو عنده في الحديث لطيف وأعتقد كل عاقل يعرف له، لكن دولة تكرمون السفلة لا يوصف، يقول الدنيا تكرمون كالجيفة تتفارع عليها الكلاب. فأدق توصيف بالهدول الحفالة بالذات اللي قاعدين هسا اللي يحجون البيت الشيعي وغير البيت الشيعي واللي طلع لازم نسعف وجاي سعد بالمدارس. حفالة القوم الوقت غفلة زمن ومهزلة زمن قاعدتهم على الكراسي.
العتب مو هنا استاذ أفل. ارجع واذكر اللي يدعي من الصبح لليل يصحون احنا الشيعة، الامام علي يقول اذا انت كنت صاحب حاجة وحتى لو كان الوقت مضطرك لا تطرق او تتعود على تطرق ابواب الفستاق والظلمة. احنا هاي موجودة عندنا استاذ أفل، بدليل انه الناس اللي تطلع المظلومة واولهم خلي تسمعني ام سجاد العراقي لما دز عليك مقتدى ليش ابنك، لانه ما راح بجرة الاذن طلع هسه مقتدى هو الناصر لابنك وريد يطلع حق ابنك، مو احنا ناس في جاي تكون شيء. اما على حال النجف، على حال النجف عمار الحكيم اخذ له مساحة اللي هو كان متحف وراد ياخذ فيما بعد دائرة الكهرباء موجودة من مجسرات ثورة العشرين، مساحة عملاقة تقدر بالمليارات. نعم. أخذها بعد كتابنا وكتابكم أخذها ب10,000 دينار، يقول هذا ملكنا لكن إحنا عن الحلال الحرام. أملاك الدولة هواية هواية حكينا عليها، وهواية بنايات من أملاك الدولة أخذوها ب1,000 دينار أقل من 10,000 دينار. أعتذر منك أم أحمد بس الوقت أدركني، شكرا شكرا جزيلا لك. رسالة تقول نطالب المصطفى الكاظم يزيد راتب الرعاية، والثانية تقول المدارس وزارة التربية حالها حال أي وزارة بالعراق، كلها فساد، لا تعليم ولا عمار ولا مدارس ولا قرطاسية تنصرف على طلبة، كل الأهالي يصرفون والحكومة ما لها علاقة. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم هاي الحلقة خلصت، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر بإذن الله بموضوع جديد، تابعونا، في أمان الله.